في الحقيقة تقرير أكثر من رائع عن مختصر لمسيرة عمرو جمال حتى الآن مع النادي الأهلي، وهو في الحقيقة يعني حقق العديد من الأهداف والألقاب الهامة بالنسبة للنادي الأهلي. تقرير مهم يا عمرو ومسيرة طويلة، أنت حابب تبتدي منين؟ زي ما انت عايز. طب خلينا نبتدي من الآخر. أخيرا تم انقياد عمرو جمال في قائمة النادي الأهلي المحلية، وكانت أكيد فترة صعبة. كواليس القيد كانت ماشية بالنسبة لك إزاي، خصوصا إن أنت أكيد كان عندك عروض كتير سواء في الدوري المصري او خارج الدوري المصري؟ والله انا يعني من ساعه ما رجعت يا امير ورجعت النادي، انا الناس كتير ما تعرفوش ان انا كانت فتره اعارتي تخلص في هايكو في فنلندا، كانت 5/8، وده كان خلاص القيد بتاعنا في مصر قفل. وكان الاتصالات اللي كانت ما بيني وبين النادي الفتره دي كانت ان انا هرجع متاخر، فانا طبعا هكمل الاعاره عشان خاطر الظروف اللي انا وانا كنت موافق عليها قبل ما اطلع الاعاره. يعني اللي هي بتتمثل في ايه الظروف يعني؟ ان انا ما كانش قدامي، يعني انا في جوهانسبرج لما حصل ان انا قطعت الاعاره وبتاع، انا قطعت الاعاره في شهر 3، فما كانش في حق ما كانش وكان خلاص كاس عالم كان في شهر 5، فما كانش قدامي حلول كتير يعني. لغايه ما توصلنا باتفاق مع اكبر فرقه في فنلندا هناك ان انا اروح العب عندهم الفتره دي، فكان الاتفاق ما ينفعش اقل من يوم 5/8 يعني. فقدرنا ان احنا ان انا اروح، فده حظي يعني. الظروف كانتش كويسه ان انا في مصر قرروا ان هم يقفلوا باب القيد يوم 30/7، وده كان نادرا ان بيحصل يعني ان احنا نقفل. هو المفروض عاده في العالم كله بيقفل 31/8. 31/8 احنا خدنا قرار غير الناس، والقيد قفل يوم 30/7. فانا اضطريت يعني ان انا كنت موافق ان انا يعني اكمل عارتي بره. رجعت طبعا قعدت يعني الفترة دي بتمرن مع النادي واشوف الظروف اللي لغاية اخر لحظة، كان جاي لي حاجات من المغرب وجاي لي حاجات في كذا مكان. لغاية في اكتر حاجة كنت مستنيها كانت الفرقة بتاعت البرتغال اللي هي فيتوريا سيبيتوال، فلغاية اخر يوم الموضوع وقف بسبب كشف الطبي، وكنا خلاص مضينا كل حاجة والنادي مضى كل حاجة. كان في مشكلة في الكشف الطبي؟ ان انا مش هلحق الكشف الطبي، فكانوا عايزين يعني بنود تعاقدية ما يعرفهاش غير النادي الاهلي وهم هناك، وما بين الوكيل اللي كان موجود معايا ما كانش ينفع يعني ان انا اخد الريسك واطلع واعمل القصة دي يعني. فالموضوع باظ في اخر فترة. بعدين جت في المغرب وكذا، فانا شفت يعني ان انا ممكن الفترة دي أعملها كاستعداد كويس أول شهر واحد، وحطيت لنفسي تارجت إن أنا أكمل مع النادي أو يجي لي عرض خارجي قوي يعني، بس حطيت الأولوية للنادي الأهلي يعني. فأول شهر واحد وجهزت نفسي كويس واتمرنت كويس جدا يعني، ده اللي أنا بعمله على طول يعني. فجه طبعا في أوائل شهر واحد ابتدت الناس تكلم كابتن سادة وحفيظ كان رجع النادي، وكانت أول فرقة كلموه يعني كان الكابتن نبيل أبو زيد النجم الساحلي، وأنا رحت قعدت مع الكابتن سيد. وكابتن سيد قال لي انا عايزك في النادي وعايزك موجود هنا مع الفرقه، وانا بنعمل فرقه قويه من شهر واحد. ده الكلام ده مؤخرا. انت عنصر مهم، وانا رافض اي حاجه تجيلك الفتره دي، وخلاص ركز مع الفرقه وانا عايزك هنا. وده اللي كان اتفاق ما بيني وكابتن سيد يعني. لغايه اخر 3-4 عروض جولي كان الموضوع مرفوض تماما، لغايه ما جه مستر مارتن لاسارتي وابتدى يتفرج على الفرقه كلها يعني. ما كانش في وقت كتير، بس الحمد لله يعني الواحد واثق في نفسه كويس قوي، وعارف ان هو الملعب ده بتاعه مش بتاع حد تاني. الراجل بيتفرج على الناس وشاف ان انا الحمد لله ان انا لازم ابقى موجود يعني.